يا إلهي العراق أو بلاد ما بين النهرين، هذا البلد الضارب في أعماق التاريخ كان مهداً لأقدم الحضارات الإنسانية، فموارده الضخمة جعلته يستقطب أكبر الهجرات البشرية من جزيرة العرب. ومع الهجرة والحضارة جاءت النبوات. يا إلهي من مدن العراق التاريخية مدينة الموصل في شمالي البلاد، وتقع على نهر دجلة، وكان اسمها في نشأتها الآرامية نينوى، والمسلمون هم الذين سموها باسمها الحالي بعد فتحها لأنها حلقة وصل بين الشام وبلاد فارس، وهي اليوم مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد، وتبعد عنها نحو 400 كيلومتر. نينوى كانت عاصمة لحضارة كبيرة، يعني حضارة من الحضارات القديمة العظيمة فيما بين النهرين، وكان أهلها على الإسلام، على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ثم اجتالهم الشيطان فدفعهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. من أبرز معالم الموصل تل النبي يونس، وهو يقع في قلب القسم الأثري من المدينة ويضم قصورا تاريخية قديمة. وعلى هذا التل جامع النبي يونس الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري، وقد بني بجانب مرقد نبي الله يونس أو ذي النون الملقب بصاحب الحوت، ثم جدد أكثر من مرة. عقائد أهل نينوى في تاريخهم تراوحت بين التوحيد الخالص لله عندما كانوا يستجيبون لدعوات الرسل، وبين الانتكاس إلى الوثنيات القديمة. وفي الفترة التي أرسل إليهم يونس عليه السلام قبل نحو 3000 سنة كانوا يعبدون الأصنام، وكان عددهم 100,000 أو يزيدون كما ورد في القرآن الكريم. يونس عليه السلام عاش في فترة يعني تقدر بحوالي 1500 سنة قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يونس عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل في بلاد نينوى من بلاد الموصل، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قفل من ثقيف من الطائف ووجد عبدا يقال له دعاس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: بلد نبي الله يونس. فقال: أو تعرف يونس؟ قال: نعم، هو نبي وأنا نبي. دعاهم يونس عليه السلام إلى دين التوحيد، ولبث فيهم ردحا من الزمن يقدم إليهم الأدلة والبراهين على صدق دعوته، لكنهم عصوه وكذبوه، فضاق بهم ذرعا وأحس باليأس، وامتلأ قلبه بالغضب عليهم، فتوعدهم بعذاب من الله سيحل بهم بعد 3 أيام إن لم يتوبوا، ثم تركهم غاضبا من دون أن يأذن الله له بالخروج أو الهجرة. فكانت بقية تفاصيل سيرته درسا له ولمن يستعجل النتائج قبل أوانها. أدرك بحسه أن الله سينزل غضبه على هذه المدينة، فترك المدينة. وأصلا يعني الأنبياء والمرسلون لا يجوز لهم التحرك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فهو خرج من المدينة دون استئذان من الله سبحانه وتعالى، فأراد الله أن يعاقبه أو أن يعطيه درس، يعني أن يذكره بضرورة يعني الاستئذان. أما قومه فقد تنبهوا إلى خطر العذاب الذي توعدهم به بعد أن ظهرت نذره، فعرفوا صدق يونس
وأخذوا يبحثون عنه ليعلنوا له الإيمان والتوبة ويسألوه أن يكف الله عنهم العذاب، فلم يجدوه. ولما ظهرت منهم التوبة وتبين صدقهم رفع الله عنهم العذاب، فعادوا إلى مدينتهم مؤمنين بالله تاركين عبادة الأصنام. فمتعهم الله على خير حال، وهي القرية الوحيدة على وجه الأرض التي كل قومه آمنوا. هم قوم يونس، كانوا 100,000 أو يزيدون، كلهم آمنوا. أما يونس عليه السلام فقد سار من العراق غربا حتى وصل إلى شاطئ البحر المتوسط، باحثا عن قوم آخرين وراء هذا البحر. يونس عليه الصلاة والسلام كانت فيه حدة، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، وهو من تعجله عليه الصلاة والسلام لم يصبر، فكان غضبان شديد الغضب سريع الغضب، فخرج مسرعا لا يلوي على أحد، لا يلتفت إلى أحد، حتى توجه جهة البحر المتوسط. في شمالي سوريا بلدة تقع بين مدينتي حماه وإدلب تسمى خان شيخون، وهي تقع في منطقة تاريخية فيها آثار تعود إلى نحو 5,000 سنة. على أطراف هذه البلدة التابعة لمحافظة إدلب مقام لنبي الله يونس عليه السلام لا يعرف تاريخه بالتحديد، لكنه جدد منذ سنوات. مقامه الموجود عبارة عن كتلتين أو قبتين، القبة الأولى التي تحمي الضريح، والقبة الثانية التي يدخلها الزوار وتكون للعبادة كمسجد. هذا البناء أقيمت تشييده وتعديله في نهاية التسعينات. أنت حسبي وأنت أنت وكيلي. وقد انهدم جزء من المقام كما يقول أهل البلدة في اليوم ذاته الذي بدأ فيه الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 للميلاد. اغفر الذنب يا كريم. سامح واختم العمر بالرضا. في سنة 2003 جئنا لنصلي الصبح في هذا المقام، صلينا الصبح وذهبنا لبيوتنا لننام لطلوع الشمس، ما سمعنا إلا صارت دهجي هون هذه الغرفة واقعة. داخل هذه الغرفة هناك قبر يقول أهالي البلدة إنه لنبي الله يونس عليه السلام، ولعله أحد مقاماته الكثيرة خلال مروره من هذه المنطقة التي ظلت شاهدا للمؤمنين على سيرته. سجنه الله تعالى في أول زنزانة منفردة في التاريخ في بطن الحوت، فإذا وقع الإنسان في كرب وضيق كما وقع سيدنا يونس فعليه أن يبدأ بالدعاء الذي بدأ به سيدنا يونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك مقامات الأنبياء لتذكرنا بمسيرتهم، فتثبت أفئدتنا إلى أن الحق منتصر وأن الباطل مخذول. لن نتوقف كثيرا في محطتي لبنان وشمالي فلسطين،